بقايا حطام طائرة إماراتية عثر عليها في البريقة غربية مدينة عدن، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف مقتل طيارين اثنين من القوات الجوية الإماراتية فجر الاثنين إثر تحطم طائرة من نوع ميراج في المدينة نتيجة خلل فني. حادث مثل هذا جاء بعد أيام قليلة من حملة أمنية واسعة نفذتها القوات الأمنية هناك بمساندة من طائرات التحالف، وكانت جماعات متطرفة قد اتخذت من مديرية المنصورة مقرا لها عمدت من خلاله لتحويل المنطقة إلى بؤرة للخلايا الإرهابية كما قال محافظ عدن. تعبت المدينة من حالة الفوضى والانفلات الأمني، وعانت الكثير من غياب الدولة التي قد تبدو ملامح انفراجها قريبة.